الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على موقف الاقتصادي العالمي والإقليمي. مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب بعد محاكمة تاريخية، وبايدن يقول أن الديمقراطية هشت. السعودية تمدد القيود على الأنشطة الترفيهية والمطاعم ضمن مكافحة فيروس كورونا. العاشرة صباحاً، الثامنة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والري والمالية والزراعة بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، ذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية، كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصة في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع. كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لا سيما في مناطق وسط وشمال سيناء وتوشكا والحمام وغرب المينيا. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب. وقد عرض السيد وزير المالية الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال 7 أشهر الماضية، موضحا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18.1 مليار جنيه. كما أشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات. كما قام السيد وزير المالية باستعراض التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2020-2021. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح، حيث أشار السيد وزير المالية إلى نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.
كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بميكنة وتطوير المنظومة الضريبية. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقا لأفضل المعايير بما في ذلك القطاع الجمركي، من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر. وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وافقت على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، كما قررت استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أنه تم توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين السائل يبلغ 1,160,000 لتر. وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى استمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ذلك فيما يخص توفير الأكسجين الطبي بالكميات المطلوبة. وبشأن مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، أعلنت وزيرة الصحة أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء في تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات أيا كانت الجهات التابعة لها، مضيفة أنها سيتم أيضا دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة. قالت وزارة التعليم العالي إنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فقد تقرر مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد السبت الموافق 27 من فبراير بنظام التعليم الهجين الذي تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري. كما أوضحت الوزارة أنه سيتم استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد، وإجراء الامتحانات وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عقد مؤتمر صحفي اليوم في تمام الساعة 5 عصرا للإعلان عن تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021. أثنى
أعلنت سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أثنت على المصريين بالخارج لدعمهم خطط الدولة في تطوير الريف المصري الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال استعراض خطة حملة صفت تراب البداية والتي أطلقها كل من وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ودكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودكتور طارق رحمي محافظ الغربية. مبادرات يسلم بعضها بعضا لتطوير قرية صفت تراب وتحويلها لقرية نموذجية ومتوافقة بيئيا، على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تتضمن مبادرة أصلك الطيب التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في إطار تضافر الجهود بين المبادرات الوطنية لتعظيم الاستفادة وتلبية احتياجات المواطنين. احنا بنزور قرية صفت تراب وبنشجع الشباب الحقيقة اللي اتدرب علشان ينمي قريته. الموضوع ده جزايجي من خلال المصريين في الخارج، مجموعة نيو ايجيبت والنادي النسائي الدولي اللي تواصلوا مع وزارة الهجرة وقرروا ان هم يطوروا وينموا قرية صفت تراب. الحقيقة كان على طول في استجابة من وزارة الهجرة، وكان في ايضا تعاون مع معالي وزيرة البيئة، لان بالتأكيد في موافقات بيئية لابد ان هي تتاخد في سبيل تطوير هذه القرية. هذه قرية صفت تراب التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتي كانت معزولة بسبب الانتشار الجائح لفيروس كورونا بها في أبريل من العام الماضي. تدخلت الدولة المصرية بكل أجهزتها لإنقاذ القرية وعودة الحياة لطبيعتها بها. النهارده نموذج من الشباب اللي فعلا محب لوطنه واللي فعلا قال يا جماعه بصوا لنا، احنا محتاجين لكثير من الخدمات. لفتوا نظرنا ولفتوا نظر كافه الوزارات وشركه من الشركات اللي بتعمل في الخارج بترعى المصريين في الخارج، فاصبح هناك تواصل ما بين الشباب المصري المقيم داخل هذه القريه وشباب مصري اخر مناظر له موجود في الخارج بيهتم بيهم، بيهتم باحتياجاتهم. صفت تراب البدايه حملة أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة البيئة، حيث شارك عدد من تجمعات المصريين بالخارج في تطوير القرية، كما تطوع فيها شباب القرية بنشر الوعي البيئي بين مواطنيها. الأفكار اللي طلعت عشان نحل مشكلات صفت تراب طلعت بناء على 3 أيام عمل اشتغلوا فيها الشباب من داخل هذه القرية عشان يضعوا المشكلات وازاي يقدروا ان هم يحلوها. جمعنا نفسنا وقسمنا البلد مناطق، كل 2 3 كده مسكوا منطقه وعملنا حمله طرق الابواب، خبطنا على كام بيت نوعي الناس عشان في يعني نقص وعي كبير قوي في صفت، فاحنا حاولنا نعمل حمله توعيه. بنوعي الناس على عدم القاء المخلفات ايا كان نوعها، بنحاول نتابع الري في تنظيفه وتطهيره، بنحاول يبقى المجاري المائيه المجرى المائي على اتم وجه. بنحاول الحمد لله نوصل بالقرية إنها تبقى قرية نموذجية بناء على تعليمات السيد الرئيس. صفت تراب تتحول من قرية معزولة إلى قرية نموذجية في أقل من عام، لتضرب نموذجا للطريقة التي تدير بها الدولة المصرية أزماتها من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها. تقدم نحو 18,000 شاب للتطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد مرور أسبوع واحد من فتح باب المشاركة، وشهدت أعمال التسجيل مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات من مختلف التخصصات. من جانبها أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن مشاركتها في المشروع القومي من خلال برنامج تدريبي للشباب المشارك لتأهيلهم للعمل التنموي والمشاركة الفعالة. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بالعاصمة كابول،
وفي بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان ولأسر الضحايا، مؤكدة وقوفها مع حكومة وشعب دولة أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها مؤخرا وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة حشد دعم عربي ودولي للقضية الفلسطينية عن طريق عقد مؤتمر للسلام لحل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشاد عباس في اجتماع للجنة بالجهود التي بذلتها مصر والأردن في عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، ذلك من أجل توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية. وأكد المجتمعون ترحيبهم ببيان القاهرة الذي تم التوصل إليه خلال جلسات الحوار الوطني التي شكلت الأرضية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يعانون انعدام الأمن الغذائي، ما يشكل 60% من السوريين، ويمثل ذلك زيادة حادة من 9,300,000 شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي. حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي من معاناة المزيد من السوريين من الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى بسبب الوضع الاقتصادي في سوريا. جددت وزارة الخارجية اليمنية دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها في الحديدة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار في ظل تصاعد هجمات الحوثيين. وصفت الخارجية اليمنية في بيان لها وضع البعثة الأممية في الحديدة بأنها أصبحت في حكم الرهينة لدى الحوثيين، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ومعاقبة قوات الحوثي التي تقوض جهود السلام بحسب ما جاء في البيان. أضافت الخارجية اليمنية أن التزامن بين المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب والتي تأوي ملايين النازحين واستمرار استهداف السعودية ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد أنها غير ملتزمة بالاتفاق. أزمة التعديل الوزاري في تونس لا تزال محتدمة بين الرئاسة ورئيس الحكومة هشام المشيشي. يرفض الرئيس قيس سعيد حتى الآن لقاء الوزراء المشمولين بالتعديل. أزمة التعديل الوزاري في تونس تصل إلى نقطة حرجة مع امتناع الرئيس قيس سعيد حتى الآن عن استقبال الوزراء المشمولين بالتعديل لأداء اليمين الدستورية. وفي موقف يرى محللون أنه بمثابة إعلان المواجهة مع الرئاسة التونسية، أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه لن يستقيل من منصبه، رافضا طلب الرئيس سعيد إعفاء وزراء التعديل الحكومي أو الاستقالة. حركة النهضة الإخوانية استغلت الأزمة ليكون لها دور من جديد في تشكيل الحكومة عبر دعمها حكومة هشام المشيشي، ودعت أنصارها للنزول إلى الشارع في 27 من فبراير الحالي دعما للمشيشي. الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن التعديل الوزاري الذي اقترحه المشيشي تشوبه العديد من الانتهاكات، وتحوم حول عدد من مرشحيه شبهات تضارب مصالح وفساد. كما تعتبر الرئاسة التونسية أن دخول وزراء حولهم شبهات فساد للحكومة سيضر بمصالح الدولة، رافضة أي تواصل مع ممثلين من حزبي قلب تونس والنهضة.
كان رئيس الوزراء هشام المشيشي قد أقصى وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين في مطلع يناير الماضي قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عين بموجبه 12 وزيرا جديدا أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة، رغم أنه لم يمضي على ولايتها سوى عدة أشهر. في مثل هذا اليوم 14 من فبراير عام 2005 وقعت حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصا بانفجار ضخم استهدف موكبه وسط العاصمة بيروت. المزيد في سياق هذا التقرير. 16 عاما مضت على اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصا بانفجار استهدف موكبه وسط العاصمة بيروت في فبراير عام 2005. جريمة اغتيال رفيق الحريري شكلت محطة مفصلية في تاريخ لبنان تركت تداعياتها على الواقع السياسي والأمني في البلاد ولا تزال. وزج الحادث بلبنان في سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال القتل والتفجيرات دفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية أخرى في وقت كانت تعمل فيه على إعادة البناء بعد صراع أهلي استمر 15 عاما وانتهى في 1990. الحريري ارتبط اسمه بشكل وثيق بلبنان وبمرحلة إعادة الإعمار ما بعد الحرب الأهلية وبشبكة علاقات دولية نسجها ووظفها لصالح بلده. ومع مرور السنوات وقبل نهاية عام 2020 أسدلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الستار عن قضية اغتيال رفيق الحريري، تلك المحكمة التي أنشئت بعد قرار من مجلس الأمن الدولي في عام 2007 تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم باشرت جلساتها بلاهاي في 2009 قبل أن تقضي بالسجن مدى الحياة بحق أحد المتهمين وهو سليم عياش، فيما برأت ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة. والحكم الذي جاء في 2600 صفحة برأ ساحة قيادة حزب الله أو الحكومة السورية من التورط في الهجوم الذي وصفه قضاة المحكمة بأنه عمل إرهابي ارتكب لأهداف سياسية. رحل رفيق الحريري وبقي في وسط بيروت نصب تذكاري له بينما لا تزال آثار التفجير قائمة على واجهات بعض الأبنية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تبرئة سلفه دونالد ترامب في مجلس الشيوخ يمثل فصلا حزينا من التاريخ الأمريكي ويذكر بأن الديمقراطية هشة ويجب الدفاع عنها. وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض أن ترامب شجع العنف والتطرف وأنه على الرغم من أن التصويت النهائي لم يدنه إلا أن جوهر التهمة ليس محل نزاع، لافتا إلى أن معارضي الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يعتقدون أن ترامب كان مذنبا بارتكاب تقصير مشين في أداء الواجب. كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد برأ الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد إثر أعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول في 6 يناير الماضي. أيد 57 عضوا في المجلس إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضوا، فيما انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي النواب الذين صوتوا لصالح عدم إدانة ترامب في مجلس الشيوخ وصفة إياهم بالجبناء. بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تأمين ثلثي الأصوات لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير، هاجم الديمقراطيون الأصوات التي عارضت الإدانة حتى ذهبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى اتهامهم بالجبناء، وقالت في مؤتمر صحفي إن الجمهوريين الذين صوتوا لصالح تبرئة ترامب تخلوا عن الدستور وعن الشعب الأمريكي. مستاءون جدا لعدم إدانة دونالد ترامب، ولكن هناك تصويت مؤيد من قبل غالبية الحزبين، وما كان لذلك
أن يتحقق لولا الحجج التي قدمتموها، أشكركم على ذلك. كل هؤلاء الأعضاء مجلس الشيوخ الجبناء الذين لم يتصدوا لما قام به الرئيس وما كان يمثله ذلك من تهديد لبلادنا. النائب الديمقراطي جامي راسكن، وهو كبير المدعين الديمقراطيين الذي يدير عملية المساءلة، قال إن ما فعله الغوغاء في 6 يناير كان بإعاز من ترامب وبموافقته، كما أنه أخفق في الدفاع عن المشرعين الذين كانوا في خطر أو حتى عن نائبه. أما زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشامر فقد وصف تبرئة ترامب بأنها تصويت على عدم محو يوم العار في التاريخ الأمريكي، وقال إن أعمال الشغب كانت بمثابة الإرث الأخير الرهيب لترامب، مؤكدا أن وصمة أفعاله لن تزول أبدا. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رغم أنه صوت ضد إدانة ترامب لأنه لا يعتقد أن الدستور يسمح لمجلس الشيوخ بإدانة رئيس سابق، إلا أنه شن هجوما حادا عليه، مؤكدا أنه مسؤول عن الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس. وأكد ماكونيل أن ترامب لم يرد بسرعة على الهجوم حتى بعدما أصبح واضحا أن نائب الرئيس أنذاك مايك بنس وأعضاء الكونغرس في خطر حقيقي. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جهته وصف محاكمة مجلس الشيوخ بأنها تمثل جزءا من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ البلاد، ووعد ترامب في بيان بعد تبرئته بمجلس الشيوخ بالاستمرار في الدفاع عن عظمة الولايات المتحدة على حد وصفه. 57 نائبا من بينهم 7 جمهوريين صوتوا لإدانة ترامب، وهو ما يعد أكبر تأييد من حزب لعزل رئيسه في التاريخ الأمريكي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للإدانة في مجلس الشيوخ والتي تستلزم 67 صوتاً. يدلي الناخبون في إقليم كاتالونيا الأسباني بأصواتهم في الانتخابات الإقليمية وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، ويحق لنحو 5.5 مليون شخص التصويت في الانتخابات. في غضون ذلك طلب ما يقرب من 300,000 من الناخبين التصويت عن طريق البريد بزيادة قدرها 350% عن انتخابات عام 2017. ينظر إلى انتخاب كاتالونيا على أنه اختبار حاسم للحركة الانفصالية في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 423 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134,638 حالة حتى اليوم. أوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 600 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس، لافتا إلى وفاة 36 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 173,202 حالة و 9,935 حالة وفاة. بدأ لبنان تطعيم الكوادر الطبية ومن هم فوق 75 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن المرحلة الأولى من التلقيح، وكان لبنان قد تسلم أمس الدفعة الأولى من اللقاحات. قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن اللقاح سيصل إلى كل مواطن لبناني في أرجاء الوطن، كما سيشمل تطعيم النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
مددت السلطات السعودية القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية والتجمعات والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية سيبدأ اعتبارا من مساء اليوم، لافتا إلى إمكانية الإعلان عن تمديد جديد للقيود. أعلنت نيوزيلندا إغلاق مدينة أوكلاند بسبب تفشي فيروس كورونا. كانت نيوزيلندا قد أعلنت تسجيل بؤرة جديدة لفيروس كورونا على أراضيها، بينما لم يتم تحديد مصدر الإصابات حتى الآن. قال وزير الصحة كريس هيكنز أن الإصابات التي تم تسجيلها هي لثلاثة أفراد من عائلة واحدة. كشفت دراسة بريطانية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 إلى 70% من السلالة القديمة. وأفادت الدراسة التي أجراها علماء بريطانيون بأن السلالة الجديدة تزيد عدد حالات الإصابة الخطيرة التي تحتاج الدخول إلى المستشفى وعدد الوفيات مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس. وبحسب الدراسة فإن سبب ارتفاع معدل الوفيات ليس واضحا. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي. مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب بعد محاكمة تاريخية، وبايدن يقول أن الديمقراطية هشت. السعودية تمدد القيود على الأنشطة الترفيهية والمطاعم ضمن مكافحة فيروس كورونا. ختاما نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد اكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميم 27500، معامل استقطاب رأسي. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.